فاطمة شوي خورة مسكينة ما بغا شي يعطيها. شوفي غادي نشوف وراه عكاري عكاري مسكين وعندو عندو ثلاثة الوليدات ياك ثلاثة أربعة أربعة الوليدات وهذه هي خمسة عطيت شو الحالة مسافرة مع كريم راه كيتحكو راه عرفت شحال واش كريم راه كريم 18 بغا يمشي كيني وهذه هي اللي ما يفرطش فيها. اذا مشاهدي قناه شوف تي في استاذ الله ومساءكم بكل خير مباشره من مدينه بني ملال تحيه طيبه عطره ازف بها لكل من يشاهدنا الان في هذا المباشر فيما كنتوا كتابعونا بطبيعه الحال داخل ولا خارج ارض الوطن. الحاله اللي كتشوفوا امامكم حاله تدمي القلب في الحقيقه والله حاله كتبكي ديال هذه السيده هذه 40 في العمر ديالها 40 سنه تقريبا كتعاني يعني من إعاقة حركية وإعاقة ذهنية كتعيش يعني مع عائلتها في مدينة بني ملال كيكتري واحد البيت بسومة كرائية ديال 900 درهم يعني السيدة يعني كيف كتشوفوا ما كتقدر تاكل بوحدها ما كتقدر تريح بوحدها ما كتقدر تخرج ما كتقدر دير حتى شي حاجة والمصاريف يعني كثيرة والعين بصيرة واليد قصيرة كيف تنقولوا. غادي نخليكم مع السيدة اللي يعني مرت خوها ياك مرت خوها اللي غادي توضح لنا يعني كيفاش تعيش هاد السيده والمعاناه ديالها. لا تفضلي قول لنا كيفاش تعيش هاد السيده هادي. كيفاش نقول لك هاد السيده مسكينه ها هي كتشوفوا فيها ما كت لما وكلتها ما كتاكل لما غسلت ليها ما تغسل ما مسكينه ما كدير حتى حاجه بوحدها ها هي مسكينه هي انا اللي قايمه بها. انت مرت خوها؟ ايه انا مرت خوها. لا ما تخليتش عليها دير اكثر من بنتي الحمد لله مضحيه معاها انا اللي كنعقم انا اللي كنغسل ليها انا اللي كنقابلها انا اللي كلشي ما درتش ليها لا ما غسل لا ما عطيتهاش تاكل ما تاكلش واخا تبقى شهر بلا ماكل الا مشات عليها ولا دركت علاش كتبقى تبكي اه لا ما كتخرجش الحمد لله هي مسكينه كلشي اللي مقسم ليها الله بحال الكل من نهار تزادت وكي بحال الكل ما كتهضرش لا ما كتهضرش الماكله كتاكل الماكله ما كلناها ماشي ما كتاكلش ما كلتهاش انا وخوها ما كتاكلش. كيفاش كدوز النهار ديالها دابا واجي مسكينه باركه باركه ديما بحال كوي لما ناقودناهاش لما ديناش حاشاك للطواليط ما تنوضش ما كتفهمكمش شنو كتقول كتفهم ولكن ما تهضرش كتهضر ولكن ما كتسقمش الهضره بزاف ما كتعرفش كتقول. جينا حنايا هنا سكننا كنبريو على طرف تاع الخبز من واحد بن حمد جولة من واحد بن حمد قريم سطات قريم سطات دابا حاليا بغينا نهضرو معاها ما تقدرش ما ندويش ممكن فاطمة دوي معاه هضري معانا فاطمة دوي مع فاطمة دوي مع فاطمة دوي مع الراجل دوي مع هاك دوي مع فاطمة دوي مع دوي مع دوي مع قولي الو دوي مع راه ما كتهضرش لا دوي مع قولي الو ما تهضرش حالة ما طلب الله تعالى يسلم المسلمين جميعا امين. وهالمرأة ضاربه مع مسكينه تمارا ايوا ما كنتخلاش عليها كنشوفوا مرت مرت الاخو مرت الاخ اي ما تخلاش على اش كيتسمى بلوتنا حنا لوست هي مرأة طفلتي طفلتي اول مره كنشوفوا شي مره ما كتخلاش على طفلتها واه دابا راه دابا هذه اول مره دابا بحال قلتي لها حيدتي عليها كتبقى انا ما كنقدرش هنا انا ولات دايره عليا انا ما كنقدرش نفرط فيها انا دركو ما نقدرش نفرط فيها دركو هي مقلدني بوها وما عليا واخا ما مقلدينيش ما نقدرش انا نفرط فيها انا ما نقدرش نفرط فيها هادي شحال هادي المده وانت عايشه معاها
وراه مدة 30 عام دابا. يعني ملي كانت باقا صغيرة. من دابا كنت نصلي في والديا، ملي مات والديا بقات هي، كنت نصلي فيهم كاملين تمات وبقات هي، مقلدني بيا بوها ما نقدرش نفرط فيها. وخا ما مقلدنيش ما نقدرش نفرط فيه بحال هادي. راضية به الحمد لله، الحمد لله حتى انا ما عرفت ربي بالساتر مستورين بيا. ما تقدر تكون هذه سبب تشفع لك يوم القيامه ربما الحمد لله تدخل الجنه ان شاء الله. ان شاء الله الحمد لله، ما عرفنا ربي باش بساترنا بيا هدا ولا هدا، ربي ساترنا. ما يكون ما كتكون عندنا حتى حاجه وربي كيجيب لنا الرزق باش كناكلو ونشربو الحمد لله. كتبقى في جيم مسكينه فاطمه، ما كتهضريش اختي؟ الحمد لله. دوي معاها فاطمه، دوي معاها. قولي الو، قولي الو. زعما زعما كتسلم عليا، زعما كتقول لكم الله يرحم الوالدين. سلمي عليه، سلمي عليه، قولي السلام، قولي السلام. قولي لي السلام. قولي السلام. فاطمه. ها هي عطات لي يدها مسكينه. فاطمه، سلام اختي فاطمه. مشي معاه. مشي معاه. مشي معاه البلاد. ما مسكين وقع معاه. ما تفهمش. تفهم وين باش ترد عليك باش تجاوب مسكينه ما كتفهمش. شنو المصاريف اللي كتحتاجي دابا؟ المصاريف كتستعمل شي دواء كتستعمل شي كوش يجيبوا لي كوش. كدير لي بعض المرات لي كوش وراني ديما كنعقم وكنغسل ليهم كتبوا الحاجه تحت منه ما ماشي زعما كاين. يعني كتحتاج لي كوش هكا لا لا مسكينه خصها دابا على الاستقرار شي بلاصه تكون بحال دابا شي سكونه هي ساش تنمشي مشات سمعتي السكونه شي كاينه ما عندهاش هذا خصها دابا يكونوا مبادير ليها الناموسيه داير ليها هكا مفجه مشمشه تاع شو دابا كي غامقه الدار راه الموت هي هذا الديور هذا تيكون فيهم ديك البيليتي كتغم هذا صابو شي جمعيه شي جمعيه ولا هذا يشوفوا فيها ويدبروا لها على على شي استقرار تستقر ويتعاون مع المواطنين والشعب. هذا الشيء اللي نطلبوا حنا على وجه الله جينا نشوفوا هذا اثرت فينا هذه الحاله. لا اله الا الله. والمراه دار عليها تمر بمعنى الكلمه هي الله يجازيها بخير الله يكثر خيرها ان الجزاء ديالها كبير عند الله ومع الله سبحانه وتعالى. انا في الحقيقه ما تخلتش على السيده ما بقات مهليه فيها وحاسبه بحال بنتها وكثر ودابا تمسات في ولادها ما تمسات فيها هي ما شاء الله. دابا هات السيده ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله واه كاين شي وحده بحال هذه قاعده تيبقى ما شاء الله مخلين عليها هات السيده جيتي على غفله هات السيده الله يكثر خيرها. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي كيف ما تابعتوا معنا هذا هو النداء ديال هذه العائله هذه الاخت فاطمه اللي نتمنوا من المغاربة كاملين أنهم يتفاعلوا وتضامنوا معها من طبيعة الحال ويشوفوا لها شي حل. يعني كيف كتشوفوا أن المصارف كثيرة نتمنوا من هذا البث المباشر يوصل القلوب الرحيمة ديال كل المغاربة. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تيفي نلقاكم إن شاء الله في بث آخر. كان معكم خوكم عثمان دائما من مدينة بني ملال وإلى اللقاء.